أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أيضا، هل يجوز الحج عن والدتي وهي موجودة في مصر ولكنها لا تستطيع المشي ولا تستطيع أن تتحمل مشقة الحج، هل يجوز أن أحج عنها؟ إذا كانت كبيرة الهرمة ولا تستطيع السفر ولا الركوب، لا تستطيع الركوب لكبرها أو زمانة المرض، مرض مزمن لا يستطيع معه الركوب إلى الحج، سفر إلى الحج، وأنت قد حججت عن نفسك أولا، فلا بأس أن توكلك والدتك وأن تحج عنها من نيابة. نعم.